بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي، طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. طلابي، في هذه الوحدة سنتحدث عن عدة موضوعات والتي تشتمل على مادة الأولى رسالة عمان، حيث سيكون لنا حديث عن ما هو تعريف رسالة عمان، ما هي محاور رسالة عمان، ما هي مبادئ رسالة عمان. بعد ذلك طلابي سننتقل للحديث عن عنوان جديد من هذه الوحدة، والمعنون بالوسطية والتسامح في رسالة عمان، حيث سنتطرق للحديث عن مفهوم الوسطية وما هي أبرز خصائص الوسطية، وسيكون لنا حديث عن أهداف الوسطية في رسالة عمان. أيضا طلابي سننتقل بعد ذلك للحديث عن التسامح، ففي التسامح سنتعرف على مفهومه، وبعد ذلك بعد التعرف على مفهوم التسامح سننتقل للحديث عن ما هي الوسائل التي دعت لتطبيق التسامح في رسالة عمان، وبعد ذلك سنتطرق لموضوع التطرف صوره وأخطاره على المجتمع الإنساني أيضا من خلال رسالة عمان، وسنتعرف على أهم القيم والمبادئ في التطرف والتي ذكرها، ونتعرف على صور التطرف وأهم هذه الصور، وبعد ذلك على أخطار التطرف على المجتمعات العربية وعن دور المجتمع في مواجهة التطرف الذي يحدث في المجتمع. عندما نتحدث عن التسامح والوسطية في رسالة عمان طلابي، لابد لنا من التركيز على مفهومها، مفهوم كل من الوسطية والتسامح، حيث هناك أهداف للوسطية، منها الوصول إلى الحقائق بعيدا عن الميول والأهواء، قيام الإنسان بواجباته، إضعاف معاني الاستقامة، ونشر المحبة وتقبل الرأي والرأي الآخر. ونتعرف على تطبيق الذي دعت إليه رسالة عمان، احترام حقوق الإنسان واحترام المتبادل بين أتباع الأديان وتعزيز مفهوم الحوار والعيش المشترك. هذا طلابي مجمل الحديث عن المقطع الثاني من الوحدة الرابعة عن الوسطية والتسامح. دمتم برعاية الله، على أمل اللقاء بكم طلابي الأعزاء.